كل ده رئيس حربي. ايه زيارة عائلية؟ مش انت نقلت في أرضي؟ جايين اطمنوا الأرض عاملة ايه معاك؟ العمدة هددنا، العمدة هددنا لو ما خدناش الأرض والله، واحنا ما كناش عاوزين ناخدها عشان عارفين انها كانت بتاعتك. ما هي لسه أرضي وهتفضل أرضي، ايه يعني نقلت ملكيتها في الأوراق؟ واحنا من متى بيهمنا أوراق؟ الأرض دي ولادي دول كلهم اتولدوا فيها، وبنتي سماح ماتت فيها. هو في ايه يا رضوان؟ خش جوه، خش جوه يا ولي. هات البت دي. بلاش البت يا رئيس حربي. تعالي يا حبيبتي تعالي. لا بسم الله ما شاء الله. ليه يا رضوان تعمل بنتك دي سعدية؟ خدي بالك من البت دي بعد رضوان. أحب على يدك يا رئيس حربي، ما تقتلهوش، ملناش غيره. هو أنا يعني فرحان بقتله؟ ده حتى صعبان علي، وصعبان علي أكتر البت دي اللي هتتربى يتيمة. بس أنا لو سبته أبقى فرطة في حق عيالي وحيداس علينا. بس اطمن، البت دي في عينيا، علامها وجوازها في رقبتي. أحب على يدك يا رئيس حربي، ما تقتلهوش، ملناش غيره، هتيتمه. ما هو ما ينفعش، ويا ريت ينفع. وأنا لو سبته غيره هيتجرع علينا، عيانا هتشوفينا. أبقى كده فرطت في حق عيالي. ولا يا رضوان؟ دخلهم جوه. خد البت وخش جوه. يلا واسمع الكلام. قول يا كمين، العمدة جاي ومعاه الحكومة، لازم نمشوا. طب يلا 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 يلا.